لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم. من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. طوايا نظامي في الزمان لها نشر، يعطرها من طيب ذكراكم نشر. قصائد ما خابت لهن مقاصد، وواهرها حمد، بواطنها حسان لها حسان بالفضل شاهد، على وجهها تبر يزان بها التبر، أنظمها نظم الآلي أنظمها نظم الآلي وأسهر الليالي ليحلو لي بها ولكم ذكر فيا ساكني أرض الطفوف فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام ومحب ما له عنكم صبر وقفا نسأل الدار قفا نسأل الدار الدار قفا نسأل الدار التي خف أهلها يا ولا در من بعد الحسين لها در ولا در من بعد الحسين لها در ويو
أيقتل ظمآنا أيقتل ظمآنا يا ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غدين وفاطمة ماء الفرات لها مهر أيا زائرا قبرا على العرش قد علا تضمن سبط المصطفى خيرة الملا أسل دمعك القاني وقل متمثلا أيقتل ظمآنا أيقتل ظمآنا يا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر يا ما إذا ذكرت لديه كربلا أجرى العيون وللمدامع أهملا فإذا مررت على الفراد فقل ألا يا سحقا لشطك يا فراد فمر لا تحلو فماؤك لا هنيء ولا مريء عطاشا بجنب الماء والماء حولهم مباح إلى الوراد سهل المناهل وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا من كلمات الإمام زين العابدين سلام الله عليه ومما جرى على لسانه هذا البيت من الشعر والذي بين لوعة الإمام مقدار ما عانى منه الإمام عليه السلام من تلك المصائب ومن تلك الرزايا حتى أطلق عليه أنه حليف أيوب في المصائب وأنه تاج البكائين وأنه من البكائين الخمسة الذين ذكروا عبر التاريخ وهو الذي أسس حالة أذكت واقعة الطف وحفظتها بالفعل وبجهود الإمام زين العابدين بقي الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه فهو الذي شكل الامتداد وهو الذي حفظ الواقع وهو الذي أذكى المصائب هذه المؤسسات وهذه
المواكب وهذه الدموع وهذه الجهود التي تراها باسم الحسين في يومنا هذا، أول من أسس لها وأول من بلورها وأول من وضع حجرها الأساس هو الإمام السجاد سلام الله عليه والإمام زين العابدين. قام الإمام عليه السلام بجملة من الأدوار نحاول أن نتطرق لها ولو باختصار، أسأل الله التوفيق معكم إن شاء الله. الإمام عليه السلام عاش مع جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنتين، يعني استشهد الإمام علي عليه السلام وللإمام زين العابدين من الأعوام ما يقارب السنتين. بعد أمير المؤمنين عليه السلام عاش مع عمه الحسن السبط المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، عاش معه 10 سنين. بعد الإمام الحسن عليه السلام عاش مع والده الحسين أيضا 10 سنين، هذه كم؟ هذه 22 من الأعوام. بعد الحسين سلام الله عليه عاش الإمام 34 من السنين إذا تجمعها بزيادة الأشهر في كل الأعوام يرتفع عمر الإمام سلام الله عليه إلى 56 أو 57 من الأعوام. هذا هو مجموع عمره الطاهر الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو عمر يقارب عمر والده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. على مسيرة هذه الأعوام 34 قام الإمام بجملة من الأدوار. طبعا الإمام كان يعيش تحت الإقامة الجبرية وكان يرصد من قبل الأمويين، ولا يسمح للإمام أن يخطب أو أن يتكلم أو أن يلتقي بالناس إلا في أجواء جدا ضيقة، لأن الأمويين كانوا يخافون منه في الواقع، يعني يقولون هذا هو ابن ذلك الرجل الذي أربك دولتنا وكاد أن يطيح بها، فلا بد أن يتوجسوا من الإمام زين العابدين لأنه يحمل نفس أبيه بين جنبيه، وكلهم في الواقع خط واحد وكلهم فكرة واحدة. لذلك كانت الوطأة على الإمام السجاد سلام الله عليه كبيرة جدا، فكان الإمام يعاني يعني حتى على مجال الفتيا على مجال الأحكام الشرعية البسيطة ما كان الإمام يستطيع أن يبدي رأيه من خلالها، مسائل في الصوم، مسائل في الحج، مسائل في الصلاة، ما كان الإمام يسمح له أن يعطي رأيه حتى في أبسط المسائل سلام الله عليه. ولذلك التي كانت تفتي نيابة عنه هي الحوراء زينب سلام الله عليه، وهذا إن دلل على شيء فإنما يدلل على جانب كبير من مقامات هذه السيدة الطاهرة في الواقع، أنها شغلت منصب النيابة الخاصة عن المعصوم عليه السلام وبأمر منه، وإذا بالسيدة زينب ترعى دور الإمام زين العابدين وتمثل واجهة المعصوم، كانت هي التي تمثل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لكنه مع ذلك الإمام قام بجملة من الأدوار وأنجحها في الواقع. نحاول أن نتعرض إلى بعض هذه الأدوار التي قام بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أول دور من الممكن أن تلاحظه في حياة الإمام عليه السلام أنه سلب الشرعية عن بني أمية، سلب الشرعية عنهم، لأنه يلحظ دور من؟ دور والده الحسين الذي أطاح بمن أراد أن يطيح بالأمويين،
وكانت من شعارات الحسين عليه السلام هذه الكلمات: لعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الدائن بالحق القائم بالقسط الحابس نفسه على طاعة الله، وحكام بني أمية لا يوجد أحد منهم تنطبق عليه صفة واحدة من هذه الصفات. فقطعا من يأتي بعد الحسين عليه السلام لابد أن يقوم بنفس الدور الذي قام به الحسين، كما أن الحسين سلب شرعيتهم كذلك لابد للإمام زين العابدين عليه السلام أن يسلب ماذا؟ أن يسلب هذه الشرعية منهم. لكن ظرف الإمام يختلف، كيف استطاع الإمام أن يسلب هذه الشرعية؟ الحسين رفض أن يبايع واستشهد دون ذلك، الإمام زين العابدين بايع، بايع الأمويين، لكنه بايعهم على أي حال؟ هذا المشهد ينقله لنا التاريخ حوله سلام الله عليه، أنه لما جاء مسلم بن عقبة بعد أن استباح المدينة المنورة وحصلت واقعة الحرة، واقعة الحرة من الأحداث المأساوية ومن جرائم يزيد بن معاوية بعد واقعة الطف العام الأول من حكمه، ذبح الحسين في كربلاء وسبى نساءه وأهل بيته وطاف برؤوسهم في البلدان. العام الثاني استباح المدينة المنورة. العام الثالث مات وجيشه يضرب الكعبة بالمنجنيق. هذه ثلاثة أعوام حكمها يزيد بن معاوية، في كل عام له منقبة، في كل عام له فضيلة، هذه فضائله التي صدر. وفي العام الثاني صارت واقعة الحرة. ما الذي يقول عنها المؤرخون في الواقع؟ يقولون شيئا مرعبا، استبيحت المدينة إلى ثلاثة أيام، بالت الكلاب على سواري مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخلت الخيل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني دخلت الخيل إلى الحجرة التي فيها قبر النبي وداست الخيول على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد واقعة الحرة 1000 ولد ينجب لألف بكر لا يعرف لهم آباء، بعدما استبيحت البيوت إلى ثلاثة أيام، بيوت مستباحة، حتى أن الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته يقول للخاطب الذي يأتي: إني لا أضمن لك أن تكون بنتا، لا أضمن لك بكارتها. سبحان الله، يعني شيء يخجل في الواقع، يخجل. صنعه من صنعه؟ يزيد بن معاوية بأمر منه. قتل من قراءة القرآن 700 كلهم من الصحابة، قتل من الصحابة، قتل من الناس، استبيحت المقدسات، ثم أخذ البيعة مجددا على أهل المدينة، يعني يزيد بن معاوية الذي أخذ البيعة، مسلم بن عقبة يطلق عليه مصرف بن عقبة لكثرة ما أسرف من الدماء، أخذ البيعة مجددا من أهل المدينة على أنهم ماذا؟ على أنهم عبيد لبني أمية، يعني تبايع على أنك عبد، نقبل منك ذلك وإلا تقتل. بالفعل جاء الناس من خوفهم يبايعون على أنهم عبيد لبني أمية، وكانت تختم رقابهم بالمياسم بالنار، تختم على أنهم ماذا؟ على أنهم عبيد لبني أمية. ومن ضمن من وسموا على رقبته بأنه عبد
لبني أمية حتى من حتى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري إلى هذا الحد. ويصعد واليهم على المنبر السواد بستان لقريش وأنتم عبيد لهم، يقول عاملهم ونحن المالكون الناس طرا نسومهم المذلة والخبالة. يا الله لا يملك، نحن الذين نملك، الذين يملكون هم بنو أمية. ثم أحضروا من أحضروا كل أهل المدينة من أجل أن يبايعوا هذه البيعة، كل أهل المدينة. طبعا البيت الذي لم يتعرض له في واقعة الحرة هو بيت واحد، بيت من؟ بيت الإمام زين العابدين بتوصيات من يزيد بن معاوية. لماذا؟ لأنه لم يرد الصدام بينه وبين الإمام زين العابدين. للآن إماء الحسين ما زال الطرية، وهو ارتكب جملة من الحماقات والأخطاء كادت أن تطيح بملكه. ومن أكبر الأمور التي صنعها خطأ هو أنه أخذ السبايا إلى أين؟ إلى الشام، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخربون بيوتهم بأيديهم. يا سبحان الله، يعني المفترض أنه لو لم يأخذ السبايا إلى الشام لما أخذت الحادثة كل هذا الزخم، لما أخذت كل هذا الإعلام. لكنه لما سير السبايا وإذا به من حيث أراد أن يقتل الحسين ويذل آل الحسين، وإذا به ينشر كل مبادئ الحسين بن علي سلام الله عليه. على كل حال، فهو الآن لا يريد الصدام مع الإمام زين العابدين. لذلك البيت الذي استثني من الانتهاك هو بيت من؟ بيت زين العابدين. ولذلك حتى بعض الشخصيات الأموية مثلا ما أمنت على عوائلها، ما كانت تأمن على عوائلها على أهلها. مروان بن الحكم، مروان يعني ما لا أتصور أنه يوجد في الدنيا أنجس من مروان بن الحكم ولا أقدر من مروان بن الحكم. كل سخافات الدنيا وكل زبالات الدهر أجلك الله اجتمعت في عمامة هذا الإنسان. وإذا بهذا الإنسان لا يأمن على عائلته، وهو ممن؟ وهو من بني أمية أنفسهم. ذهب بعائلته إلى عبد الله بن عمر، قال خذ العائلة عندك. قال لا، أنا لا أضمن سلامة عائلتي، ماذا أصنع بعائلتك أيضا؟ هذا يبين الخوف اللي كان موجود. مروان ابن العائلة المالكية الأموية ذاك اليوم، ومع ذلك ما كان يأمن من بطشهم على من؟ على أهله وأسرته. إش كم امرأة يقولون وإذا بأربعمائة امرأة يؤتى بهن إلى بيت الإمام زين العابدين، مو واحدة ولا ثنتين ولا عشر، أربعمائة امرأة من نساء بني أمية، زوجات مروان، بنات مروان، جواريهم من يلوذ بهم، المتعلقات بهن. وإذا به يطرق باب الإمام زين العابدين، هل تجعل عائلتي عندك؟ قال بلى. شوف الإمام، نحن أهل بيت لا نزداد على من أساء إلينا إلا إحسانا وتكرما وعفوا. هذه شعارات أهل البيت، هاي تربيتهم. اللهم ثبتنا على ولائهم وعلى البراءة من أعدائهم يا رب العالمين. بالفعل أخذ الإمام العائلة، يعني تتصور يعني شنو موقف نساء الهاشميين لما يرون عائلة مروان عندهم وفي بيوتهم. هذا مروان اللي أمام أخوات الحسين وأمام بنات الحسين وأمام أهل بيت السجاد، وإذا به يأخذ رأس الحسين ويضربه بالمخصرة ويدخلها في فمه إلى أن يسقط أسنانه. الآن عائلة مروان في بيت من؟ في بيت زين العابدين. شلون يكون التعامل معه؟
وإذا بهذه العائلة الكبيرة تبقى في بيت الإمام كم سنة؟ كم شهر؟ ستة أشهر. ستة أشهر يخرجهم الإمام إلى منطقة ينبع، بعدين ترجع عائلة مروان بعد ما استقرت الأمور بالمدينة، رفعت حالة الطوارئ. مروان يسأل زوجته، زوجته من؟ عائشة بنت عثمان بنت الخليفة الثالث عثمان. يسألها يقول لها: هل وجه لكم زين العابدين كلمة أضرتكم؟ أنت الآن ببيته ستة أشهر وتعرف العداء اللي موجود بين البيتين، والآن هم يشعرون لهم جميل ولهم منا لأنهم استضافوكم، يمكن أحرجوكم بكلمة، يمكن جرحوكم بشيء. مروان يسأل زوجته، قالت عائشة بنت عثمان: قالت يا مروان لقد عشت في بيت زين العابدين ستة أشهر ما رأيت مثلها، لا في بيتك أنت زوجي مروان ولا في بيت والدي عثمان، والأجمل أيام حياتي قضيتها في بيت زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. نعم جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه الله. كل بتربيته، كل بأخلاقه. القرآن يقول: البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. زين، على كل حال، وإذا بهم يحضرون كل أهل المدينة يبايعون على أنهم عبيد. أيضا الإمام زين العابدين أحضروه، يا لو مطلوب منك بيعة بعد، مطلوب مني أنا بعد بيعة؟ قالوا إيه، أنت بعد من أهل المدينة، صحيح أنت لم تشارك في واقعة الحرة، لكن بعد مطلوب منك بيعة. البيعة كانت بالمسجد وأمام الناس كلهم. شوف سؤال الإمام زين العابدين، قلت لك أول دور من أدواره سلب الشرعية عن بني أمية. تقدر تقول الآن راح يبايعهم الإمام، شلون يبايعهم ويسلب شرعيتهم؟ هذا تناقض. الإمام الآن راح يقر ببيعة، وإذا بالإمام يوجه سؤال إلى مسلم ابن عقبة، قال له: هل أبايع طائعا أم أبايع مجبرا؟ أنا الآن تريدون بايع، أنا راح بايع بس أسأل. الإمام يسأل أمام الناس، هذه البيعة بيعة شنو؟ أنا براحتي أستطيع، أنا حر أستطيع أن أبايع وأستطيع أن لا أبايع لو أنا مجبور. قالوا له: لا، بل أنت مجبور، أنت مجبور. قال الإمام: أما أنه إن كنت مجبورا فإني أبايع تحت الجبر. هذا شنو تسمي؟ هذا سلب شرعية، تماما هو سلب الشرعية. يعني الإمام جاء يعطي رسالة يقول له بإيدي أنا شنو؟ لا أبايعه، لكن أنا شنو؟ مجبر. طالما أنا مجبر خذوا بيعة المجبر. بيعة المجبر في الواقع شنو؟ ليست بيعة، ليست بيعة، هذا سلب شرعيته. وكذلك صنع مع كل الحاكمين من بعد يزيد بن معاوية. زين، لما رجع المدينة ستة أشهر ما دخلها، نصب له فسطاط أسود وقعد برا المدينة ستة شهور احتجاجا على مقتل الحسين بن علي، ونبذا اجتماعيا لمن؟ لأهل المدينة الذين خذلوا سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها كانت تسلب الشرعية من هؤلاء. هذا أول دور قام به الإمام، وهو أهم الأدوار على الإطلاق، سلب الشرعية من بني أمية ومن حكام بني أمية. الدور الآخر الذي قام به الإمام سلام الله عليه إثبات الوجود. الإمام جاء يثبت وجوده. تقول شلون يثبت وجوده الإمام بعد واقعة الطف؟ كم عمرك يا
عمره 22 سنة. تعرف ذاك اليوم المجتمع العربي مجتمع عشائري، المجتمع العشائري اللي يهمه شنو؟ يهمه العمر. سأفرض حتى واحد عمره 90 سنة حتى لو طرطور، أهم شيء شنو؟ عمره كبير. إذا عمره كبير يشوف الكل يسجد له. هذا لليوم نشوفه للآن موجود. سأفرض إذا واحد صغير بالسن حتى ولو ملؤه الطاقات لا يعترف به أحد، ماكو اعتراف به. ذاك اليوم هذا المعنى قائم على قدم وساق. ما ممكن أن زين العابدين في ذلك اليوم يحصل على الرصيد اللي كان موجود عند الحسين. ليش؟ أكو فرق. أنت قد تقول الإمامة، الإمامة تبلورت فيما بعد، يعني أنت ما تقدر تقيس مثلا على تاريخ الإمام الجواد اللي عمره 8 سنوات لكنه فرض إمامته على من؟ على الناس. ذاك اليوم العقلية خلص بعد هيئت، وين زمن زين العابدين وين زمن الإمام الجواد سلام الله؟ فرق. شوية شوية بدأت الناس تعي أكثر، بدأت الناس تنصاع إلى الإمامة أكثر، وهذا الذي بلور له هو من؟ هو الإمام زين العابدين سلام الله، أي جهود الإمام زين العابدين. ولذلك يقول الإمام: لا يوجد في مكة ولا في المدينة 20 بيت يحبوننا أهل البيت. يقول إذا تجمع بيوت مكة وبيوت المدينة ما يوصل عدد المحبين، يعني القائلين بالإمامة الذين يعرفون أهل البيت حق معرفتهم، ما أكو 20 بيت يعرفونهم حق معرفتهم، ما أكو. ولذلك يقول بعد سلام الله عليه: ارتد الناس بعد مقتل الحسين إلا 3. تذكرونهم هاي الرواية؟ وإن كان البعض يشنع علينا بها يعني، لأن هو مو فاهم منها صح. ارتد يعتقد أنه كفر. لا، هنا الارتداد مو بمعنى الكفر، هنا الارتداد بمعنى أنهم لم يعرفوا لأهل البيت حقا. هاي معناته، هو مؤمن بالله ومؤمن برسول الله، مؤمن بالنبوة، لكن الإمامة شنو؟ الإمامة ما كان معروفة على مستوى الوعي الإسلامي ذلك اليوم. ولذلك أكو أزمة إمامة، كانت أزمة إمامة موجودة. حتى هاي اللي ينظر للحسين، معظم المسلمين يحترمونه لكن لا ينظرون له على أنه شنو؟ على أنه إمام مفترض الطاعة. لا ينظر له على أنه سيد شباب أهل الجنة، على أنه ابن رسول الله، على أنه كذا، لكن إمام ما كان ينظر لها إلا القليل. زين، هو الحسين اللي لم يعترف له بالإمامة إلا من القليل، يتريد الآن يأتون للإمام زين العابدين عمره 22 سنة ويعترفون له بإمامة؟ هذا يحتاج وقت، يحتاج جهد. خاصة أكو منافسين للإمام زين العابدين اللي قبل كانوا ينافسون والده أصلا. أكو من؟ أكو عبد الله بن عمر إلى مكانة، أكو عبد الله بن الزبير هذا إلى مكانة، أكو عبد الله بن عباس إلى مكانة، أكو عميد الأسرة الهاشمية محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية، سواء كان يعني محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس، هؤلاء ما وياهم مشكلة على اعتبار هم تحت عباءة الإمام ويقولون بإمامته، لكن المشكلة ويا الآخرين. فاستطاع الإمام عبر 34 سنة من العمل الدؤوب ومن استثمار المعطيات في ذلك الظرف على صعوبته، إلا أنه استطاع أن يثبت وجوده من إنسان مغمور لا يعترف بإمامته أحد. وإذا بعد ذلك شنو صار الإمام؟ إذا حضر الموسم في مكة لا يخرج الناس من مكة كما يقول المؤرخون بعد انقضاء الحج إلا إذا أذن لهم الإمام زين العابدين سلام الله. هاي جهود الإمام ترى. هذا الإمام اللي كان لا يعترف له بالإمامة وإذا به بعد 34 سنة، ترى أعظم شاعر في المجتمع العربي والإسلامي يقف في أقدس بقعة على وجه الأرض وهي حرم الله، يقف أمام الناس يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. هاي كلها جهود الإمام.
كلما قام به الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الدور اللي قام به الإمام ترى مو قليل، مو مثل البعض يجي يؤطر دور الإمام، يبين لك الإمام ذلك المريض ذلك المتعب. هو مرض الإمام كله ترى كم يوم، ترى قبل يوم العاشر يومين، بعد يوم العاشر كم يوم، مسيرة السبي حتى تنقذ الإمام من براثن منه عبيد الله ابن زياد ومن براثن يزيد بن معاوية. بعدين شوية شوية بدأ الإمام ينشط تتماثل صحته، حتى شنو؟ لأن المرض حكمة إلهية حتى لا يقتل الإمام. سبب من الأسباب، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها وتنتهي القضية كلها. ما عاش الإمام كل حياته مريض، المرض هو فترة معينة بسيطة من حياة الإمام زين العابدين أرادها الله تعالى. زين، حتى بكاء الإمام، صحيح الإمام يبكي بس بكاء الواعي، بكاء الواعي اللي كان من خلاله يقصد أن يحرك، مثل بكاء من؟ مثل بكاء يعقوب. شايف السوى؟ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. فهو كظيم، بكاء الواعي، البكاء الذي يعرف بعظمة ولي الله بعظمة أولياء الله. فهي من جهود الإمام، بعد من جهود الإمام صلوات الله وسلامه عليها التي قام بها أنه كان يتعامل، يستطيع أن ينشر ما يريد ويقوم بواجبه وفق المعطيات المتاحة. الإمام مضيق عليه وإقامة جبرية، بينا هالأمور هذه، وما مسموح له أن يتكلم، لكن أيضا يريد أن يؤدي دوره كإمام، فكان يتعامل وفق المعطيات اللي موجودة عنده والتي يستطيع من خلالها أن يتعامل. أي مثل اللي يطلق عليه اليوم شنو؟ فن الممكن. ويقولون السياسة هي ماذا؟ فن الممكن، يعني تتعامل مع شنو؟ مع المساحة المتاحة لك. إذا أنت ما مسموح لك تخرج عن مساحة معينة، يقول لك بس هاي المساحة، ما يصير تقول راح أمشي بعد، لا، تقول لا أنا أتعامل وفق شنو؟ وفق المساحة اللي موجودة عندي. الإمام كان يفعل هذا سلام الله عليه، كل الأئمة كانوا يعملون هذا، يتعاملون بهذا المستوى. وإذا به هذا الذي لا يسمح له أن يتكلم، ما مسموح له يلقي خطاب، وإذا به يخرج ما يريد من خلال شنو؟ من خلال الدعاء. فتخرج لك الصحيفة السجادية، يوصل ما يريد من خلال قالب دعاء. بعد ما يصير يقولون له تعال لا تدعو، ما لكم شغل بعد، أنا ممنوع من الخطاب لكن مو ممنوع من دعاء ربي. فيأتي الناس ينتقل دعاء الإمام بينهم، يعرفون أن هذا ما يريده الإمام. بعد جاء يؤلف وجعلني مباركا أينما كنت، ألف لك رسالة الحقوق، اسمها بس يدل على ثورية الإمام سلام الله عليه، حالة الثورية اللي أرادها. يريد يقول شنو؟ مو بنو أمية هم الذين يعطونكم حقوقكم، أنا القابع في بيتي، أنا الذي أقدم لكم الحقوق، أنا الذي أعطيكم الحقوق لو تتاح إلي الأمور والفرصة. الأمر الأخير من الأدوار التي قام بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنه استطاع أن يؤخر تصفيته الجسدية أكبر قدر ممكن من الوقت، من المدة. يعني افرض أنت الإمام، هم ما كانوا يريدون يبقى الإمام زين العابدين، بقاء الإمام إعجاز ترى، أي اللي نادوا يوم الطف لا تبقوا لأهل هذا البيت باقي، لا تبقوا لهم صغيرا ولا كبيرا. أطفال الحسين الرضع، الرضع قتلوهم، اللي ولدوا له يوم العاشر قتلوهم، اللي كانوا أجنة في بطون أمهاتهم أجهضوهم. هاي مو سامع عن التطهير العرقي، الإبادة الجماعية، هاي كان بنو أمية يريدون أن يطبقوها مع من؟ أن يطبقونها مع أهل البيت سلام الله عليه. بس لولا لطف الله تعالى، عين الله على الإمام زين العابدين هي التي أبقت. وكانوا يتربصون به لتصفيته، الإمام تعرض إلى أكثر من عملية اغتيال يذكرها التاريخ بشكل مفصل،
مع ذلك شوف الإمام استطاع بحكمته بحنكته أن يؤخر مقتله أكبر فترة ممكنة. قال أنا بالنهاية ميت ميت راح أقتل، وأهل البيت ترى ما يخوفهم القتل، وهي كلمة أما علمت أن القتل لنا عادة. يقول إحنا قرابين للدين، نحن الذين نروي هذه الشجرة مو غيرنا، ترى القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، لكن أريد أبقى أكبر فترة ممكنة حتى أكمل كل أدواري وهيئ للإمام الذي يأتي من بعدي. وبالفعل وإذا به يستطيع أن يؤخر شهادته كم سنة؟ 34 سنة. هذا عمل جبار للإمام سلام الله عليه، عمل جدا جبار قام به الإمام سلام الله عليه. ومع كل هذا ما نسي القضية الأم وهي واقعة كربلاء. كان يأتي يولع القلوب يشعلها حدادا على الحسين سلام الله عليه، بكاء على الحسين، يمر بالسوق لله قلبه، يمر بالسوق يشوف بعض القصابين الجزارين يجر كبشا من أجل ذباحته، مشهد طبيعي هذا ومشهد يومي، لكن يحول إلى شنو؟ إلى ثورة، إلى مأتم يشحن به القلوب على بني أمية. ينادي القصاب يعز عليكم، يقول له معاشر القصابين هل تسقون الكبش ماء قبل ذباحته؟ تهاي الكبش قبل أن يذبح تسقون ماء لو لا؟ قال أستغفر الله سيدي زين العابدين، أدبنا جدك النبي بآداب، النبي جدك أدبنا بآداب، نحن لا نذبح الكبش حتى نعرضه على الماء مرة ومرتين وثلاث، سيرتوي أخذ راحته، يا الله بعدين نجره للذباحة. شي يسوي إمامك زين العابدين؟ يقولون يتجه ناحية كربلاء، يتجه ناحية كربلاء تدمع عيونه، ولكن والدي الحسين قتل عطشانا، قتل ظمآنا عطشان، ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. بهذه الحالة كان يقول ينظر إلى رجل يقول أنا غريب، يشوف رجل يستعطف الناس جاي يمشي، يقول أنا غريب، وقف الإمام قال له أنت غريب وأنت بين المسلمين؟ قال بلى سيدي زين العابدين أنا رجل غريب. قال شلون غريب؟ إذا أنت أفرض تموت بهذا المكان هل تغسل؟ هل تكفن؟ هل يصلى عليه؟ قال له بلى هذا حق لي على المسلمين، مو أنا مسلم. يقول له أيها الغريب يا من تقول أنك غريب، يقول له ترى سيد شباب أهل الجنة خلوه 3 أيام على بوغاء كربلاء، لا مغسل ولا مكفن، ظل على بوغاء كربلاء عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في جندل كالجامر مضطرمي، ذوبت قلبه كربلاء وشيبت راسه. اقرأ وياي. ذوبت قلبه كربلاء وشيبت راسه وشبت بقلبه من الحزن نار الحماسه، محزون للي بن سعد بالخيل داسة، وخلى بنات الأعوجية تطي عليه، الميت إذا مات الخلاق تحضر جهازه، تتساعد العالم على سرعة نجازه، و
ويصيح صايح بالبلاد عدكم جنازة. اسمع صوتك يا سلام. قوموا واطلبوا من الله الأجر في وابن البتول ما حصل واحد ينادي. يا سلام قوموا وادفنوا مهجة الهادي. إلا بعشرة ركبة ظهور العوادي خلت بنات الأعوجية تطي عليه. يدخل عليه أبو حمزة الثمالي: سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ أما أنا لمكائك أن يقل؟ يقول له: وكيف تنقضي أحزاني وقد رأيت 17 صالحا من أهل بيتي ليس لهم على وجه الأرض مثيل، مبضعين مجزرين مقطعين على بوغاء كربلاء، ورأيت سيدهم الحسين يطوح برقبته على التراب يمينا وشمالا ينادي: أيقام أنا عطشان، أيقام أنا ظمآن. قال: يا شبل المرتضى ورب السيادة صاير القتل لكم يا هل هالبيت عادية، وانتو كرامتكم من الله الشهادة. يا معود على كثر المصايب يا ابن الأطياف. قل: ما نكست أنا، ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغاضرية زلزلوا البيد. ما الذي نكس رأسك سيدي؟ قال: نكس الرأس دخول زينب مجلسي زيد حسرة، ومن كثر النواعي قلب هذا. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر، يسب أبوها. يا الله، إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا رب العالمين حرم أجسادنا على النار، فك كل أسير، ارحم كل شهيد، أيد واحفظ حماة الدين المخلصين العاملين، يا رب العالمين المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ضاعف أجرهم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، اقضي حوائجهم للدين والدنيا والآخرة. المرضى اللهم اشفهم بشفائك، عافهم من بلائك، صب عليهم العافية، تصبغ عيون أهلهم بهم يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، وسائر بلاد المسلمين فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر وهو أسرع، يا رب العالمين. الأرواح موتانا موتاكم، موت المؤمنين والسامعين، لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.